On passe la suite, voilà notre cours. En général, on a cité les étapes à suivre pour personnaliser List View. Donc, on a dit que List View, on doit créer le modèle, la ligne ou l'item de List View. Par la suite, on va créer notre adaptateur personnalisé qui contient la méthode GetView, qui va nous permettre de personnaliser la ligne en utilisant l'IOS qu'on a déjà défini. Voilà. Donc, on va essayer de faire le TP pour comprendre. Donc, voilà, l'objectif du TP, donc c'est pas vraiment design, disais, mais surtout le size, mais c'est pas grave. L'objectif, texte view ou list view texte view donc chaque ligne dans l'item d'IELHA عباره على جوج ديال المكونات عندي المكون الاول اللي هو تكست فيو والمكون الثاني اللي هو ايماج فيو دونك كومون اون بو فير سا ديجا كوتي يعني رومبليس ساج ومن بعد نقدروا نفكروا كيفاش تكليكي كيفاش تريتي يعني لي زيفينمون على شاك اليمون من الايتم اللي عندنا Donc, pour le remplissage, on va suivre les étapes suivantes. La première chose pour moi, le nom ou le drapeau du pays. La classe payée. Donc, l'étape 1, il est créer une classe payée avec deux attributs. On va le nom, la chaîne de caractères, ou on va drapeau, la انتي حيت الدرابو غنحطو فيه التصويره وهذيك فاش تنديروا الار بوين دروابل بوين سميت التصويره راه كتعطي ليا كاونتي دونك داكشي علاش هنا درتها اونتي فوالا سي اون ترافاي في هنا جو كري ان نوفو بروجي دونك ان بيتي نشوفو هنا المهم تتفيري فيه راه جافا باش ما تمشيش غلط هنا يكون عندي 100% فيش جيسبر انه يخدم معانا شويه البيسي باش نبداو هاد المراحل ونشوف نورمالمون انا جو فو دون لو طون بور لو فير نتوما اللي خصكم تحاولوا في الاول انا غنمشي معاكم شويه بشويه ونشوف نعطيكم تعاود خص ضروري تعاود تصوبوه نتوما دونك المرحله الاولى اللي قالوا لنا هي نكريي واحد الكلاس في وسط هاد سميتو هاد البروجي ديالي دونك نجي هنا مثلا الجافا فين كيكونوا لي كلاس نكليكي بالدغوات ندير نيو ها هي الاولى جافا كلاس نقول ليها بغيت نسميها بي دونك عاديه ما غنزيد فيها حتى معلومه ندير اوكي ها هي عطاتني كلاس هنا قالوا لينا فيها جوج ديال لي زاتريبو فيها لو نو دونك ندير انا برايفيت الا بغيت نخدم لونكابسولاسيون سترينغ non payé maintenant ou la whole private int drapeau très bien سوم برايفيت من الافضل نكمل خدمتي ونكتب لي جيترز لي سيترز نقدر نتساعد بلوتي دونك ندير جينيري ها هو انايا نقول له عطيني لي جيترز لي سيترز ديال كلشي دونك جو سيليكسيون كلشي اوكي نشوف دونك ها هو عطاني الجيت سيت مزيان الجيت ديال ديابو سيت مزيان نزيد نستخدم ندير شي كونستركتور اللي نعود نحتاج بيه دونك ندير كونستركتور اللي بغى يخدم عادي بايدو عادي يخدم ماشي مشكل فوالا دونك ها هي لا كلاس ديالي تصاوبات انريجستري نشوفو ليتاب 2 اللي عطاوني Étape 2, on a créé un layout ressource file pour définir la vue d'un élément de la future liste. Il y a un modèle qui fait le modèle libre et appliqué à toutes les lignes. On a créé un layout ressource file. غنمشي هنايا لبلاصه لي لايوت كتكون فريز سينو نقدر نبدا من الاول كاين شي مشكل نديروها هنا نيشان دونك ها هي نيو ها هو لايوت ريسورس فايل نقدر نسميها مثلا انا موديل اتم اسكو جو فو جو سي ما فوالا جو ها انتوما كيما كتشوفوا ما تيقبلش الماجسكول في السميه و دونك غندير عادي
بغيت قبلش ليا لو اي ماجسكول فوالا ها هي عاديه دونك موديل اس هذا هو الديزاين المستقبلي ديال اللين عندي دونك ندير انا حنا بغيت تكست فيو وحداها تصويره دونك عوض ما يكون هذا فيرتيكال عطاوني لاينر لايوت نيشان نقدر نمشي نبدل ليه هنايا في الكود ديالو هاي اوريونطاسيون حنا لاينر لايوت كيكون فيهم جوج يا فيرتيكال يا اوريزونتال ندير اوريزونتال لانه باش يجيني يعطيني وحده 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 غنهز التكست فيو هنا وغادي نجيب حداها الايماج فيو دونك الايماج فيو كيقول لي جيبي شي تصويره واخا قبل ما نهز انا الايماج فيو نمشيو نديرو كيما خدمنا في المره لي زيماج دونك عندي فوالا هما هادو التصاور فوالا ندير كونترول ا سي كونترول سي ونحطهم هنايا في دروابل ندير ليهم كولي فوالا الجيري ما ليبي اكسيتيرا دونك غنجي لهنا نعاود نفس الخدمه نهز واحد الايماج فيو غايقول لي حطي فيها شي تصويره بار ديفو نجيبها نيت من البروجي عندي ها هي وحده فيهم جو شوازي الماروك بار ديفو فوالا دونك نقدروا نبدلوا لو ستيل كيما بغينا سورتو بالنسبه لهاد لاينر لايوت نقول ليه مثلا هنايا في الهاي في لارجور ديالو نقول ليه خد وراب كونتنت اش كتعني وراب كونتنت شفتو وراب كونتنت يعني تنقول له خد القياس اللي غيكفيك ما تديرش ماتش بارنت ويبقى هو واخد ليا لاسباس كله كبير هذه راه غتكون لين ريبيتيتيف دونك باش ما يجيناش داكشي مرون لا ميم شوز بالنسبه ليماج نقدروا نخدموا ليها على الديزاين شويه سكون فو مهم هذه دابا هو اللي سميناها الموديل اتم كما كتشوفوا هاد الموديل اتم هادي تكريات بلا ما تيكون فيها شي كود جافا هادي راه ماشي اكتيفيتي عاديه هادي تكريات غير بلو كود اكس ام ال ديالها فقط الى عندكم شي سؤال وقفوني في المرحله اللي وصلت ليها دونك هذا دابا صوبنا الموديل الشكل المتوقع ديال شكلين بيان سور انا الا غنخلي هادشي ريبيتيشن فيوليو كاع التصاور فيهم ماروك وهنا ما مكتوب والو مي انا من بعد راه غنبدل في الكود ديالي دونك قبل ما نمشي نفوت هاد المرحله ما ننساش ندير لهاد الايدي لكل وحده فيهم ندير ايدي حيت غنحتاج نبدل التصويره ونبدل ليماج يعني غنحتاجها فغنمشي لهاد التكست فيو نقول مثلا هذا غيتسمى النون ديال بي نعقلو عليه نون بي وهاد التصويره غادي نديرو ليها دراب بي مثلا تري بيان باش احتاجيناهم في الكود نلقاوهم نمشيو دابا للمرحله اللي من بعد قالوا لينا اون اجوت لي زيليمون نيسيسير احنا زدناهم كريي ان نوفو ادابتاتور اللي هو عباره على اون كلاس كي اريت من اري ادابتر بي دونك غنمشي ندير ليها قالنا هي نوفيل كلاس نمشيو لهاد البلاصه اللي عندنا فيها لي كلاس شوف بي فين جات واخا دابا نوريكم المشكل اللي غتخلق واخا ماشي مشكل لان كان عليا قبيله نجي هنا عاد نكليكي اوكي ماشي مشكل كلاس دابا هنا نديرو الاري الادابتر ديالنا غنسميه مثلا مو ادابتر اوكي قال نديرو ليه كلاس سوبيريور ديالو هنا ولا تنكتبوها من بعد ماشي مشكل الاري ادابتر ها هي نجي هنا نكمل الخدمه قالوا لي تكون فيها بي يعني حنا غتكون عباره يعني على مجموعه اون كوليكسيون كو سوا خدمت بطابلو ستاتيك ولا ريليست من بعد فغادي تكون فيها دي بي ماشي شين ماشي ارقام فوالا دونك ها هي بي دابا اول حاجه بي تعطات ليا بالاحمر حيت ما تعرفاتش علاش ما تعرفاتش انتما كيما شفتوا حيت ما جاتش معاه في نفس الدوسي فانا غنجرها نحطها في نفس الدوسي اوكي فوالا شفتوها دابا هي تحيدات مزيان سينو ما كناش غنوقع في هذا المشكل كون جيت هنا قبيله كليكيت ودرت اد كلاس وزدت بي فوالا دونك عطاني هنا دابا حيت اكستند عندي وانا باقي ما جينيريتش داكشي اللي خصو يتجينيرا ندير قالنا من الكونستريكتور كونستريكتور كاينين فيه مجموعه ديال الانواع غنشوفوا الاقرب للسؤال هما بغاو لنا كونستريكتور اللي فيه الكونتكست وفيه الغوسورس وي وفيه لا الريليست اللي غنخدم بها من بعد دونك نشوف
يكون فيه ثلاثة objects. ها هي جو سيبوز هو هذا، سينو حنا نكتبوه حتى الا ما جينيريتوش. مو ادابتر الاري ليست، فوالا هنا غادي نبدلها انا جو في كوبي كولي لهذا الشيء. المهم افون قالوا لينا هما اجوتي دو زاتريبيو، غنخدموا بدو زاتريبيو اللي هما البيي وهذاك الانفلاتر. غنحتاجوا البيي والانفلاتر. دونك غادي نمشي لهذا، نجي بما انها سيت اون كلاس غنجي وسطها. كما كتعرفوا كلاس فيها لي ميثود لي زاتريبيو، دونك عادي غادي ندير اري ليست اللي هي مجموعه ديال لي بيي، والانفلاتر اللي غنخدموا به من بعد في هذيك جيت فيو حنا غنشوفوه. فوالا دونك ها هما دي زاتريبيو مزيانين. قالنا جينيري ان كونستركتور موديفي لو بور انيسياليزي لي شان. دونك هاد الري عطاونا، جو بو ميم فير كوبي كولي ونشوف واش كاين لا ديفيرونس اونت هذاك لي جينيريت و لي خصني نخدم به. Voilà, donc هنايا واحد لاكولاد هادي اللي خصها تحيد وتجي هنا. فوالا دونك غنحيد هاد الاول لي جينيراليه. الاول لي جينيراليه كان عاطيني ليست وانا خدام بالري ليست، هذا هو الفرق ياك، هذا هو الفرق. وهنا سوبر عاديه، هذيك اوبجيكت هنا مسميه بي ماشي مشكل. المهم انا اللي مهم عندي هما جوج سطور خصني نزيدهم ديال الانيسياليزاسيون ديال المعلومات. هاد السطر ديال انني انيسياليزيت بي اللي هي لا ليست ديالنا اللي فيها المعلومات لا سورس دو دوني، والانفلاتر هنايا درناه هو هذاك اللي غنخدموا به من بعد احنا. المهم خصني تكمل الصوره عاد نقدروا نفهموا كلشي. واخا جو سوي لي زيتاب Voilà, redéfinir la méthode getView. Donc pour redéfinir, je peux faire du copier-coller. Ou là, on peut dire bhal ki drat le constructeur et bach tchoufou kifach. Donc tu tji hna tani, tu cliques à droite ou dire générer ou كتاخذ override حيت redéfinir يعني des méthodes li غيكون فيهم override. Ha ma kayn داكشي بزاف علاش نخدمو على حسب التمارين شنو غنحتاج. انا دابا غنمشيو على قلنا كي قلنا بغينا نافيشيو غير ديزاين نبدل فقط. يلاه النيفو با دونك غندير get view. ها هي عطاني هادشي. غادي نحيد منها هاد الريتيرن حيت انا ما غنجيش ريتيرني قبل ما نقاد انا داكشي اللي بغيت الديزاين. وغنهز الخدمه هادي دابا شتو، هادي هي اهم حاجه عندي حيت جات فيو هي اللي كتصاوب ليا الديزاين ديال الفيتور ايسن اللي عندي. فوالا دونك هنا بعدا نقاد هاد الغوتور على لين نول تكست فيو. سيل فو بلي اللي ما فهمش يبوز لا كيستيون. نشوف هادو واخا دونك هادي بعدا هنا شوف الكونفيرت فيو. هادي هي الفيو اللي غادي نخدم بها اللايوت ديال لا لين تاعي. لايوت كندير ليها كنستخدمو الانفليت. هادي هي اللي قلنا انفليت. دابا شنو غدير؟ ها هو الانفليت اللي حنا ديكلاريناه، انفلاتر اللي ديكلاريناه انيسياليزيناه بلا ميثود ستاتيك فروم. وهنا غنجي نستخدم لا ميثود انفليت ديالو اللي بغات تجيب لينا هذاك ليست هاد الموديل اتم. نديسيرياليزيها هنا باش نقدر نخدم بالمكونات تاعها. سي بون. دونك هنايا انا غادي ندير ار بوان لايوت بوان وغن يطلع لينا ها هو موديل اتم سميت هذا. سي بون تري بيان. باغ لا سويت هادي غتخصها غير واحد الت اونتري الت اونتري. هنا هاد تكست فيو خدمناه بالكونفيرت. دابا مشينا الكونفيرت فيو هي الفيو اللي جاتني من هادي، هي هادي حطيت فيها الكونفيرت فيو، حطيت فيها هذاك الايتم موديل ايتم اللي جات عندي. هنا كندير نول خصني دوزيام بارامتر كنديرو فيه نول موديل ايتم. دونك ولات هي الكونفيرت فيو. فدابا انا ما جيتش كندير فايند فيو باي ايدي مباشره، خصك تجيبها من الفيو. علاش خدام؟ لان ما تنساوش اننا حنا هنا خدامين فوسط اون كلاس. دونك كندير r.id. هنا بغيت شكون؟ بغيت نو ديال البي هذا، هذا اللي سميته في الاي دي. وي وهذا لاخر دغاب بي. دونك هذا دغاب بي وهذا. فاش جبتهم سميتهم تي بي ولاخر سميتو اي ام جي بي. قالنا هاد
تي بي غنبدل ليه لو تيكست ديالو اش غنحط فيه هاد المره غنجيب هاد بي بي اللي هي عباره على هذوك الليست اللي عندي غناخد اللي هي كوليكسيون غناخد ليها البوزي بحال درت ال دو اي عوض ال دو اي كنخدموا حنا جيت بوزيسيون يعني هنايا بحال الا عندك طابلو ستاتيك راك بحال درتي لي بي دو اي او بوزيسيون بوزيسيون راه تعطات ليا في البارامتر ديال جيت فيو كما كتشوفوا ها هي هي حيت جيت فيو قلنا غتخدم على كل ايتم فهي كتكون عارفه اين ايتم وصلت ليه دونك هنايا هذاك غنمشي نجيب البي اللي وصلت ليه غنجيب منه لو نو لو نو ما غيطلع ليناش هنايا لانه برايفت دونك عوض ما نخدم لو نو غندير نو بي انا تما المثال فاش عطيته لكم راه يطبق الا درتي نتايا بغيتي غير تجرب وهنا عوض برايفت درتي بابليك غادي يطلع عادي دونك فوالا هنايا نفس الهضره غادي نحيد هنا قلنا غادي نديرو بوين غادي نعيطو للدرابو حتى هو حيت برايفت دونك صافي ها هي دابا تصاوبات لينا ل ما عطانيش خطا ياك ولا مزيان تصاوبات لينا الجيت فيو الجيت فيو نشوفو اشنو قلنا كتعني ولا بلاتي تنسالي الكود كله عاد نشوفو حنا دابا كنتبعو غير لي زيتاب واخا غنسالي الكود قبل ما نيكزيكوتيه نشرحوه دابا دوزنا هاد ليتاب صافي الادابتر ديالنا تكريا مزيان ندوزو للمرحله الاخيره جو سيبوز هي غنكريو لاكتيفيتي اللي فيها ليست فيو ها هي حنا عندنا اكتيفيتي تكريات او ديبار اللي هي هذه اللي ما خدمتش بها المين اكتيفيتي نمشي ليها هاد المين اكتيفيتي هنا غنجي نحيد منها هاد التكست فيو اللي عندي ونجيب فيها ليست فيو ليست فيو ها هي كوم توجور حيت كنخلي الكونسترينت لايوت نزيد لي كونترينت ديالي او موا اون هوريزونتال اي اون فيرتيكال اي فوالا دونك سا سي كوتي ديزاين ما ننساش نمشي نزيد ليها مثلا الكود ديال او الاي دي ديالها ليست ان ماشي مشكل سي بون غندخلوا ليها الكود ديال جافا غنحتاج هنا انني ندير هذيك ليست فيو نريكوبيريها ليست فيو نسميها ال في اي وندخل نريكوبيريها كوم توجور ال في اي ايغال فايند فيو باي اي دي ار بوين اي دي بوين ليست ان احنا جبناه احنا كي قلنا خصني المرحله ديال نصاوب لا سورس دو دوني المرحله تاع نعيط نكري لادابتاتور والمرحله تاع ندير سيت ادابتر هذه هي ثلاثه المراحل اللي خاصيننا نشوفوا هنايا ها هي الفايند فيو باي ايدي دوزتها دابا نكري لا سورس دو دوني ها هي المرحله الاولى تاع نكري لا سورس دو دوني غنهز مرحله مرحله دونك هنايا als entrée مزيان كرينا اون سورس دو دوني اللي هي عباره على الري ليست ديال لي بيي واحد الكوليكسيون ديال لي بيي سميتها ليست بيي في الاول استخدمت لو كونستركتور بار ديفو سيتادير كو ليست بيي اي لي فيد بار لا سويس جيتوليز لا ميثود اد بور اجوتي دي نوفو زيليمون لهاد لا ليست كوم فو كونيسي هاد لا ليست غيكون فيها ان بيي دونك انا في وسط الاد درت واحد نيو نقدروا نكريو بالطريقه العاديه بحال هكا ندير بيي بي ايغال نيو بي ونستخدم كو سوسوا الكونستركتور كو سوسوا لي سيترز لي بغيت نخدم المهم انا مثلا كاع بالكونستركتور باغ ديفو ونجي هنا لهاد بي ما درتلوش كونستركتور باغ ديفو انا هنا جو بو اجوتي ان كونستركتور باغ ديفو دونك ندير ليه بابليك حيت هو غيخدم على هذاك اللي كاين الا بغينا نخدمو زعما بطرق متعدده تاع البي او او اللي كنعرفو ديجا في سي شارب لا سي لا ميم شوز كو زعما جافا سي با كاين دي زعما دي ديفيرونس ولكن ماشي فوالا بي وغنخدم سيت باش نعطي له المعلومات نو ونقول ليه فوالا سيت نو نقول ليه مثلا هذا ماروك ونجي تاني هنا وندير ليه عاوتاني بي بوان سيت درابو ونعطيه شكون شنو هو عندي الدرابو هو اونتي دونك نحيد لي كيمي ونجيبو ار بوان دروار فين عندي التصويره ديالو بوان ونجيب الى انا راه سميت التصاور بسميه
voilà شفتو راه كيعطيه ليا عدد هو voilà donc هذا دابا صوبت واحد ملي صوبت هاد البي نقدر عاد ديك الساعه نقول ليست بي بوين اد خدم على خاطري ماشي مشكل دونك هاد الطريقه صوبت بي وزدتو لا ليست سينو نجي نحطو ديريكتومون هنا هاد الجيري هادي اللي طلع ليا شي حاجه بالاحمر يعني عندي فيها مشكل الجيري دايره فيها اكسون فوالا ماروك الجيري تونيزي موريتاني نشوف واش ليبي ندير ليبي هنا ولا نحيد فوالا نحيد ماروك انا صوبتو في الطريقه الاولى وندير هنا ليبيا فوالا شنو قال لي هنايا الامينوسكول واخ مزيان دابا حنايا حنا صوبنا درنا ليطاب ا نقدر ميم نزيدها في كومونتير ايطاب ا تاع ديك المره اللي هي بريباري لا كورس كورس هنا غتختلف على حساب انا وباش خدام خدام الريليست راه هادشي خدام باس دوني راه هضره اخرى المهم ملي تتقاتل انت مع ليطاب الاولى وكدوزها كدوز ليطاب 2 ايطاب 2 شنو قلنا اللي هي كريي لادابتاتور لادابت ماشي كريي اوبجي ديال لادابتاتور لادابتاتور اللي غنبغيو نكرييو هاد المره ماشي الري ادابتر هذا خصو يكون جاي لينا من مون ادابتر جديد اللي انا الصباح وانا كنصاوب فيه هو اللي خاصني نبدا تنخدم به نيو وغادي نبدا نعيط للكونستريكتور اللي درتو فيه دونك انا حطيت فيه غير كونستريكتور واحد ادابتر وكنحل القوس ونبدا ادابتر فوالا ونبدا غنعطي فيه لي زانفورماس دونك فوالا ها هو كنعطي ليه 10 اللي هو لو كونتكست يعني هذيك لابليك قلنا ديك المره 10 كتعني ليا شنو هي لاكتيفيتي اللي فيها ليست فيو 10 يعني هاد لاكتيفيتي هادي اللي حنا خدامين بها اكتيفيتي مين فين حاطه ليست فيو من بعد هنا عندنا عطاونا شي بوزيسيون ولا شي بارامتر فرضوه علينا ياك ريسورس يمكن مع ان غنعطيوه زيرو وهنايا تتعطي ليه لا سورس دو دوني ديالك انا لا سورس دو دوني ديالي شفتو علاش كرييتها اصلا هنايا في هذا الفوق دابا علاش كرييت الري ليست بي حيت انا مديفينيها في هنا كنتظر مني نعطيه نعطيو واحد ليست الري ليست بي دونك هنا غنعطيها ليه ليست لي صاوبت ها هي ليست بي مزيان فانغامين شفتو هنا ما بقيتش عطيتو شي لايوت صافي لايوت هو اوتوماتيك يمشي يعيط على جيت فيو دابا شنو باقي عندي بقات عندي هذيك ال في اي سيت ادابتر سيت ادابتر وغادي ندير شكون هو الادابتاتور دي ابي مزيان فوالا تري بيان يا تقول لي رجع نعاود اصلا جيكسبليك انايا داكشي اللي درت ياك حيت انا جو فيغي دو كوبي كولي لي زيتاب اللي عندكم باش نشوفو كو سا فا مارشي واخا دونك جو كومونس من الاول حنا كرينا واحد لا كلاس بي لاننا بغينا نستغلوها نيشان بلا ما نبقى نعيط النون والبرينون وداكشي غيترون عندي درت انا بي غنستغلها من بعد في المعلومات ديالي لوبجيكتيف عندي انا عارفه بان لوبجيكتيف غادي نكري واحد السورس اللي هي عباره على الريليس غنحط فيها هذوك لي بي ديالي دونك نقدر هذه المرحله كاع نكون صوبتها في الاول باقي ما صوبت لادابتاتور لا والو جيت وصوبت هذه المرحله ندوزو دابا من بعد فاش جيت بغيت نصاوب لادابتاتور حيت انا بغيت نحط فيه تصويره وتكست مشيت كريت واحد الغوسورس فايل لايوس غوسورس فايل اللي درت فيه ديزاين ديال شاكلين اللي بغيت كيفاش غادي يكون درتو بالطريقه اللي بغيت اللي بغى يخدم عليه توت لا بارتي ديزاين يخدمها المهم حنا حطينا هنا واحد تكست فيو ودرنا له الاي دي ديالو ودرت هنا واحد ليماج حطيت لها الاي دي ديالها من بعد غادي هذا غير لو موديل جينيرال من بعد فاش غادي نمشي نصاوب الادابتاتور ديالي صاوبت كرييت واحد لا كلاس اللي درتها من الري ادابتر وخدمت هنا بي بي بحال المره اللي فاتت خدمنا بالسترينغ لانني خدامه بلي شين دو كاركتر دابا خدامه بدي بي فعطيتها لهذيك الاري ادابتر لي بي بحال كي كنقولوا هنا سي اون كلاس جينيريك تتخدم على تو لي تيب انا جو دون لو تيب فاش كنبغي نخدم بها كنعطي التيب اللي غنخدم عليه
هنا من بعد حيت غنخدم بها واحد لا سورس دو دوني دونك ديكلاريتها هنايا في وسط لوكالمون في هاد لا كلاس سميتها بيي افيك دو زيس والانفلاتر لا يوز انفلاتر حتى هو غنخدم به بوغ ريكوبيري هذاك لو موديل كو جي دونك انا سميتو اي ان اف كرينا ان كونستريكتور بار ديفو اللي كي انيسياليزي ليا البيي لاننا هو اللي غنحتاجوه نخدموه في ليتاب 2 ليتاب 2 غادي نحتاج نعيط للكونستريكتور باش نعطي ليه السورس حيت حنا لا الادابتاتور ديالنا توجور الادابتاتور عندي في ميم هذا الادابتاتور توجور كيخصو شكون هي لا سورس وشكون فين غادي يكون عندي الادابتر فيو فانا هنايا في لو كود قلت ليه ها هي لا سورس وهنا تنعطي ليه الادابتر كنعطي ليه سميتها الريليس الاكتيفيتي اللي فيها الادابتر فيو لاكتيفيتي اون كور انا هي 10 هي اللي فيها الليست فيو عندي دونك هذا الكونستريكتور هذا كيفاش غيخدم ملي غنعيط له انا هنا فهو غادي يمشي يخدم كما مديفينيه انا في الادابتر ديالي الادابتر يعني كيتينيسياليز هاد البي كتعمر والانفلاتر كيعرف انه غادي يخدم على هذيك 10 يعني التطبيق داكشي اللي غيوقع غيوقع في 10 في لو كونتكست ديال 10 فوالا اش غيوقع دونك حنا جيت فيو اوتوماتيكمون كتخدم كتخدم بوغ شاك لين فيما نبغوا نصاوبوا اون لين في ليست فيو كتخدم اش غدير اول حاجه حنايا قلنا غنكري واحد لا فيو اللي غادي تكون هي داكشي اللي كاين عندي في الموديل لي صاوبت دونك الموديل ديالي فاش ديسيرياليزيتو باستخدام الانفليت قلنا غنديرو انفليت هي لا ميثود اللي كتشد ليا داكشي اللي عندي في الاكسامل وتديسيرياليزي في الجافا دابا هو اللي محطوط ليا في كونفيرت فيو كونفيرت فيو هي لا فيو اللي كتغوبريزونتي الموديل ايتم مزيان بار لا سويت خديت منها دونك ضروري شوف هنا الفرق هي فاش مشيت درت فايند فيو باي ايدي جبت منها هذاك الزون دو تكست الاولى حطيتها في واحد لا فاريابل هنا والدراب اللي هي ليماج حطيتها في واحد الزون دو تكست اخرى ابري شديت الزون دو تكست درت ليها الموديفيكاسيون ديال التكست ديالها حطيت فيه البي اون كور اللي انا غنخدم عليه خديت لو نون ديالو لا ميم شوز هنا حيت هاد خديت الايماج ودرت لها ست ايماج ريسورس لا ريسورس ديالها كتجاب من على حساب البوزيسيون ديال البي اللي وصلت ليه غادي ناخذ دغا سي بون حيت هادي راه الفا سيركولي هذاك البي افيك يعني لا سورس دو دوني و ابري فاش قاديت انايا يعني الكونفيرت فيو ديالي لا فيو قاديتها قلت لها ودي هنا فين غتحط هاد التكست ها اش تكتب فيه وهاد ليماج ها اش غتحط فيها رديتها كونفيرس فيو رديتها هذيك الكونفيرس فيو هي اللي غادي ترسم ليا في لالين داك الفيو هي اللي غترسم ليا في شاكلين دونك فاش هادشي كله غيوقع مع لابيل ديال لادابتاتور من بعد فاش تتقاد المسائل راه حنا تنافيشيو اولا كنليو بليست فيو ديالنا مع لادابتاتور سي بون يلا جاتون دونك جيكزيكوت